بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر وكذلك بذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، اليوم كندير واحد الحفل بشراكة مع جمعية الثقافة والرياضة ببروكسيل على إثر الشراكة التي عقدتها جماعة طنجة بجماعة سانجوس البلجيكية ببروكسيل. أيضا كانت هناك واحد تبادل زيارات من خلال تبادل الزيارات أبت الجالية المغربية من مغاربة الخارج إلا أن يحتفلوا بمدينة طنجة بهذا اليوم الوطني للمهاجر. وفعلا جماعة طنجة نظرا لانفتاحها على مغاربة العالم نظمت بشراكة مع هذه الجمعية احتفالا ليومين 9 أوت و10 أوت. يوم 9 أوت كان هناك دوري يشارك فيه مغاربة العالم من 5 دول وكذلك من مدن طنجة وتطوان. تم تتويج في البطولة كما ترون هذا الكأس، تتويج الهيئة العالمية للسلام والتعايش ببروكسيل. وكانت هذا الاحتفال الذي نظمته أيضا جماعة طنجة بشراكة مع جماعة بشراكة مع جمعية الرياضة والثقافة ببروكسيل، هذا الحفل الذي يضم مجموعة من الفنانين ليوم 10 هذا اليوم بالذات 10 أوت، مجموعة من الفنانين من مغاربة العالم وأيضا من داخل المغرب، وستبقى جماعة طنجة دائما منفتحة على جميع الأنشطة سواء من مغاربة العالم أو من مغاربة داخل المغرب. كل الأنشطة الهادفة ستبقى دائما جماعة طنجة بأطرها وبمنتخبها وبمقاطعتها الأربع لدعم مثل هذه الأنشطة في جميع المجالات سواء الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية. نشكركم بزاف حيت جيتوا درتوا غطيتوا الحدث، والتواجد ديالنا هنا في مركب ثقافي أحمد بوكماخ هو تتويج للحفل الوطني الذي نظمته جمعية الثقافة والرياضة بطنجة والذي جمع بين الرياضة والثقافة والفن في احتفال كبير بمناسبة عيد العرش المجيد واليوم الوطني للمهاجر. طبعا هذا الحفل خصصنا له ما يليق من مقام وطني ومن مقام مجتمعي اجتماعي وطني مغربي يؤكد ويشخص للحمة الوطنية بين مغاربة الداخل ومغاربة الخارج. طبعا مثل هذه الأحداث كتخلي دائما اللحمة المغربية اللحمة الوطنية متراصة ومتجانسة ومنصهرة فيما بينها. وطبعا أنا كنشكر الجمهور الطنجاوي بشكل كبير وعلى رأسهم أعضاء المجلس البلدي والإعلام اللي خصص لنا حيز كبير من وقته، جميع المنابر اللي خصصت لنا طبعا وقت وحيز من وقتها، إن على مستوى تتبع المقابلات الرياضية اللي دارت أمس في القرية الرياضية بين منتخبات طنجاوية وبين منتخب مغاربة العالم وبين قدماء طنجة وبين فريق الصحافة الوطنية بطنجة بإقليم طنجة، زائد مباريات أخرى تم تقديمها بين مغاربة العالم بكل من إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. طبعا هذا الحفل توج واختتم بحفل وطني اجتمعت فيه كل الفعاليات الرياضية والثقافية والسياسية، وتوج أيضا بتكريم فعاليات سياسية لمغاربة العالم. ومرة أخرى نوجه الشكر الجزير للإعلام الطنجاوي بكل أطيافه وبكل مرافقه وبكل مواقعه اللي خصص لنا كما قلت يعني حيز كبير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإعلام والمجتمع المدني لحمة واحدة وعملة ذات وجهين، طبعا ولكن ليس الوجهين الذي نعرف ولكن وجهين متراصين متحابين. رئيس البرلمان الفلماني لجهة بروكسل ويقدم لك هذا حفل لليوم كنشوفوا. أنا جد سعيدة جدا أننا كنتواجدوا هناك مغاربة داخل الوطن وخارج الوطن
كتجمعنا رايه وحده اللي هي الرايه المغربيه تحت لواء واحد وتحت رايه المغربيه، وولاؤنا كامل لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله.